حلاقة مجانية وعلى الهواء الطلق، أراد بها هذا الشاب المتبرع أن يوصل رسالته بدعمه لإخوته المتظاهرين والمطالبين بصحن حقيقي، حيث يؤكد بأن له إقامة خارج العراق، لكنه عاد لبلده ليشارك الشباب في ديوانية ثورتهم التي تهدأ حتى ينالوا حقوقهم التي كفلها الدستور. طبعا انا مقيم بتركيا، عندي هناك محل مال حلاقه، بس شفت الوضعيه اللي هنا بالديوانيه انه تحتاج لها فالدعم من بعض الشباب اللي هم يقولون عليهم جيل التسعين او جيل الالفين، جماعه البوبجي وجماعه ما يعرفون. جينا هنا حتى نازل اخواننا ونوقف وقفه ضد يعني ويا الشهداء وضد الفساد وضد اللي يقولون احنا جايين نعيش بلد وجايين نسوي بلد وهم كلهم فساد وكلهم ارهاب. وهذا الشاب أراد بلوحته الصغيرة ورسمه لمعلم مهم في الديوانية أن يوثق مكانا سقط فيه الشهداء، ودائما ما يشهد التظاهرات التي يريد بها الناس تغيير الواقع المزري. الفنان أكثر شيء ما له وجود أصلا بالعراق، ما له صدى، فإحنا نريد نوصل فكرة، نريد نوصل رسالة أنه نريد وطن. أما النسوة هنا فلم يمانعن من الحديث لي عن شعورهن بالمسؤولية ومشاركة أولادهن في التظاهرات وتقديم ما يمكن من الخدمة لهم. نريد هاي الشباب يعني لهم صورة حل، ضالين عن طالب أبطال خطية والله، وشباب محرومين من كل شيء، لا عمل لا رواتب يطوهم، هم شاب يريد يتزوج، والله أنا هذا ابني عنده ستوته وهذاك يحمل، أربع أولاد قاعدين وساكتين، اثنين خريجين والله جاي نساهم، جبنا ماي وجبنا أكل علوم، جاي نساهم بالتظاهرات والله، لا ما نتعب منا لحد يوم والله منا لما تفض هاي السالفة. كما قدمت كل النقابات في الديوانية لوحة جميلة عن تضامنهم مع أخوتهم في مطالبهم. لم تختلف الأجواء كثيرا عن اليومين السابقين في الديوانية، فالجميع يردد مطالبا بإصلاح حقيقي مع سقف زمني محدد، وربما الإجراءات الحكومية باتت لا تجدي نفعا لأن كل من تظاهر وبحسب حديث البعض قد فقد الأمل بساسة لم يستطيعوا على مدى ما فات من بناء كل مجالات الحياة في العراق. المتظاهرين ناس متأذين، ناس تعبانين، لا عندهم رواتب، لا عندهم أشغال. بالمناسبة عندنا 1300 معمل بالعراق أيضا واقفات، ليش؟ هاي الشباب عطالة ليش؟ شنو السبب؟ أغلب ما يطالبون به الشباب اليوم والله الشباب شردون، هم بالبداية كانت مطالبنا يعني المظاهرات ب 2015 كانت مطالبنا يعني قليلة، بس هسه نشوف الفساد والفجر صار أكثر. جطع اليوم اي والله يا يمه اتهضم عليهم على ظليمتهم والله، لا زواج لا عمل، عطاله بطاله كل شيء ماكو. اي والله خطيه يا يمه. من الديوانيه محمد حسن، قناه التغيير.